عليكم باحثين الأعزاء، نكمل وياكم محاضرتنا السابقة ضمن برنامج الأنسز. أخذنا المحاضرة السابقة إنه كيفية تنصيب برنامج الأنسز لـ 2022 الـ R1. هسه حاليا خلينا نعرف بعد ما أكملنا التنصيب كيف إنه نظهر البرنامج على الشاشة، كيف أبدي بالتشغيل. قلنا إنه تروح عن طريق البرامج والنوب تلقى موجود الانسز 2022 نصب اني نيو، تروح عليه من على الورك بنش. هاي الورك بنش اللي عندك تقدر من هنا تبدي انه تضغط عليها تبدي تشتغل عندك. ننتظر بعض الوقت حتى يحمل جميع الادوات او البرامج الخاصه ضمن الانسز، لانه الورك بنش هو يعني جميع العمل ضمن مساحة العمل ضمن الأنسز، أي يحتوي على برنامج الفلوينت بالإضافة إلى عدة برامج أخرى. هسه عندنا اشتغل البرنامج، ما عندنا أي إشكال بيه. ظهر عندنا هاي التفاصيل ذني اللي ضمن البرامج، اللي يعرف أنسز أكيد راح يعرف هاي التفاصيل كلها. بعض الأدوات أنا خافيها سابقا فتبقى محفوظة، يعني أنا برنامج عندي منصب سابقا رجعت حذفته ورجعت نصبته من جديد، حتى تفهمون كيفية تنصيب برنامج بعد طلب طبعا بعض الأخوة مني بخصوص هذه المحاضرة انه تنصيب برنامج. هسه انا اللي عندي انا خافيين ما احتاجين، انا شغلي كله ضمن الفلويد فلو، فانا مبقي بس الفلويد. تقدر تشغل اي جيومتري مثلا وتشوف ان البرنامج شغال، ما عندنا مشكله. زين هسه تجي تقول يا باني هذا عندي شلون اقدر احطه على الشاشه؟ اول شيء تقدر تسويه هنا تثبته بالتاسك بار يكون عندك متواجد. ايضا اذا تريد انه تقول لا انا ما اريد بالتاسك بار، فنرجع انه دخلنا من هذا الباث او المسار ناخذ رايت كليك ونقول له مور، وراح قل له اوبن فايل لوكيشن. يوم تقول له اوبن فايل لوكيشن اقول له رايت كليك وبعدين انقله المن على الديسكتوب، راح يسوي لي انشاء نسخه على الديسكتوب. ايضا اذا اريد تفاصيل اخرى اريد انقلها هذا اللي موجات عندي اقدر انقلها عليه. هاي اول شغله. زين شنو الشغله اللي نتعلمها الرئيسيه وانتبهتوا لعنوان هذه المحاضره؟ هي مو بس انه كيفيه انه يعني فتح البرنامج، لكن اكو فد شغله جدا مهمه موجوده ضمن التنصيب مال البرنامج اللي هو اللوكال هيلب. شنو اللوكال هيلب؟ تعرفون انتم بعض البرامج الهندسيه مثلا انا في موقع معين احتاجيت فد مساعده، فش يسوي يوم تقول له هيلب؟ راح يروح يدخلك وين؟ يدخلك على الانترنت على الموقع او الجايد او شنو اللي موجود على الانترنت يقدر يجاوبك يعني. اما اللوكال هيلب فما راح يحتاج انترنت، يعني في مرحله معينه ضمن مثل الميشنج او ضمن الفلوينت، خاصه بالفلوينت جدا تحتاجه، يعني ضمن السيت اب نفسه اللي هي المرحله مال السيت اب والسوليوشن راح تحتاجه يكون عندك جدا مهم اللي هو اللوكال هيلب. مثلا ضمن البوندري كونديشن عندك فد بوندري معين انه انت ما عرفت تفاصيله او انه تريد تعرف شنو معناه ضمن الباراميترز الداخليه ضمن البوندر، يعني المتغيرات اللي اريد ادرسها، هاي جدا مهمه، فراح نعرف شلون نشتغل عليه. انت تفتح الملف، طبعا انا هنا الفاتحه مجرد ضغطت عليه هذا الملف، ارجع اسوي سيت اب. اذا هذا اللوكال هيلب هذا جدا انا انصبه حتى يكون ضمن نفس البرنامج. طلعت من البرنامج الرئيسي قلت له اي اجري وارجع انصبه طبيعي ما ياخذ، هذا جدا بسيط انه مجرد كله نيكست تشتغل عليه ما عندك مشكله، يتنصب مره واحده وانتهى راح يكون عندك متواجد ضمن البرنامج. راح اوقف لك الفيديو انتظر لحد ما يكمل التنصيب وارجع اكمل وياكم. نكمل وياكم المقطع. فهنا لو خلص اخذ تقريبا 5 دقائق نصب جميع المعلومات ان شاء الله المطلوبه او ضمن الهيل.
اللي تكون يكون داعم جدا مهم لكم. فانتبهوا لهاي الفقرة، وأيضا راح أضع رابط التنصيب برنامج ضمن صندوق الوصف، حتى اللي ما انتبه ذاك المقطع راح ينتبه بهذا المقطع. وأتمنى لكم كل الموفقية، أتمنى تكون هذه المحاضرتين اللي بخصوص التنصيب جدا يعني مهمة، وإن شاء الله راح تكون جدا مفيدة لكم. هذا بالنسبة لأنسز 2022، وأيضا عندي نسخة الأنسز بالوقت الحالي، عندي نسخة 2019. إذا حابين أنتظر تعليقاتكم، إذا حابين إنه كيفية تنصيب برنامج الأنسز 19 كل تفاصيله طبعا أيضا راح أنزل لكم إياها، أنتظر تعليقاتكم. وأتمنى لكم كل الموفقية والنجاح. تحياتي.